بأقل من 50 جنيه تقدر تعمل الديكور ده. لو عايز تعرف ازاي بعد ما تشوف الفيديو بص في صندوق الوصف تحت الفيديو هتلاقي كل حاجة مكتوبة بالتفصيل. ان شاء الله في الفيديو ده هنعمل ديكور الحجاره ده بالالوان المائيه مش الزيتيه عن طريق 3 خطوات بس هنشتغلهم، واي حاجه استخدمتها من الادوات او الخامات هتلاقيها مكتوب في صندوق الوصف تحت الفيديو. اول خطوه هتعملها هترسم شكل الحجاره على الحيط، هترسمها بالقلم رصاص او بقلم سبوره زي ده وبالتباشير، وهترسمها بطريقه عشوائيه خالص ما فيهاش اي مقاسات، بس اهم حاجه لازم تخلي الحجاره لازقه ببعضها، يعني ما تخليش الحجاره بعيده عن بعضها. يعني مثلا ده اول حجر اهو، تاني حجر لازم يكون لازق فيه، تالت حجر برضو يكون لازق في الاتنين دول، هتكمل الجنب كله بنفس الطريقة دي. في الخطوة رقم 2 هنلون الحجارة، وهنشتغل في تلوين الحجارة بفرشة قلم صغيرة وبسفنجة، وهنشتغل في الحجر من على يمينه ومن تحت، يعني هنلون الحواف بالفرشة ومن تحت برضه هنلون الحواف بالفرشة، وبعد كده هنوزع كمية بسيطة بالسفنجة في باقي الحجر، وطبعا الألوان اللي أنا هشتغل بيها ألوان مائية بلاستيك عادي خالص مش ألوان زيتية. تحط كمية بسيطة كده من اللون على السفنجة وبعد كده تبطش بيه في الحجر.
الخطوة رقم 3 والأخيرة هتدهن الفواصل اللي ما بين الحجارة دي باللون الأسود. نصيحتي ليك بقى بعد ما تخلص الجنب كده حاول تدهنه ورنيش خشبي علشان تعرف تمسح وتغسل فيه براحتك، علشان الالوان الغامقة دي بتكون ضعيفة على الحيط، يعني لو جيت مسحتها هتطلع معاك كده. الفيديو خلص، ومتنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير واشتراك في القناة. اشوفك الفيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.